السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج صبحي محمد يحيى أبو سنينة، وهذا الجزء هو الجزء الثالث من هذه المقابلة. أستاذنا الكريم، حضرتك تحدثت عن مدراء المدارس اللي تعاقبوا على المدرسة اللي أنت درست فيها في الشيخ مونس. بدأت تذكرون أستاذنا الكريم المدرسين اللي كانوا يدرسوك؟ بعد طبعا بعد هؤلاء المدراء كانوا يدرسوك شيء معين ولا كانوا فقط مدراء؟ رجل الزعبي لا ما درسني، لأن كنت الصف الثالث والرابع. رفيق صالح كنت في الخامس السادس، ما بذكر انه درسني كمان. اليعقوبي كمان لا، المدراء لا ما حدا كان، ما درسوني بصراحة يعني. نعم بعتقد الأستاذ محمد راح اسمه عن بالي، محمد إيش هذا، علمني إنجليزي من بلد اسمها مسكك على طول كرم، محمد دياب، الأستاذ محمد دياب علمني اللغة الإنجليزية الصف السادس والسابع. الأستاذ مصطفى الناشف علمني الرياضيات. من وين هو هذا؟ هذا من طيبة طول كرم، طيبة بن صعب. أستاذ علي الريان أكون ابن عمتي علمني اللغة العربية الصف السادس. من وين هو ابن عمتي؟ من شيخ مونس. نعم. يعني هذول اللي بذكرهم أنا تقريبا، بس هم طبعا لكل مادة كان في معلم. طيب الدين تتذكر من كان درسك؟ الدين في الشيخ مصري، بس ما بذكرش اللي في الثانوي في يافا بذكر كله. لا احنا الان بدنا بس بالشيخ مونس. شيخ مصري بس ما بذكر شو كان اسمه. طيب رياضة، كان في مدرس رياضة حج؟ كان في بس ما بذكر اسمه. اللي كان درسك زراعة استاذنا؟ عصام الناشف نفسه يعني. غير مصطفى. غير مصطفى. عصامي اسمح لي، عصامي الجلاد. مصطفى الناشف وعصامي الجلاد. هذا برضو من طيبة بني صعب. طيبة. عظيم. جغرافيا أو اجتماعيات كان عندكم في السابع؟ طبعا كان في. تتذكر مين؟ بس بتذكرش مين اللي كان علمني. طيب حجي، يعني تقريبا عدد طلاب المدرسة كم كان؟ يعني احنا كنا سبع صفوف، يعني بدك تيجي تقول سبعة في 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 20 خمس في 30، شيء 200 طالب كان فيها. طيب المدرسة كانت مبنية من حجر ولا من حجر؟ لا من حجر. لا منطقتنا ما في بنا حجر مثل هون، لا كله طوب، كله طوب وشمنتو. كله طوب وشمنتو. وايضا مرافق المدرسة عمي كانت موجودة كاملة. موجودة كاملة لا مدرسة. الذهاب والإياب من القرية إلى الشيخ مونس. كنا الذهاب وإياب، كنت أنا وحياة أخويا أبو محمد، كان عندنا حياة أبو يشترى لنا في عندك دابة حمارة، نروح من الصبح على المدرسة وآخر النهار نربطها في جنب المدرسة، هناك كان في محل سيارة يعني كانت هاي كسيارة نحطها في الجراج وآخر النهار نرجع على البلد. بس كنا نتناوب الحقيقة، يعني ما نحبش أوقات أنا أمشي مشي وهو يعني أوقات أو العكس. وعلى فكرة كانت مفيدة لنا جدا هالسفرة هاي للدراسة. طول الوقت الواحد هو ماشي يدرس وماسك الكتاب ويدرس. عشان هيك كنا مبدعين يعني. هذه المدرسة عمي كانت تابعة للمعارف. معارف كنتوا تدفعوا أقساط لها؟ لا أبدا أبدا لا. طيب من أي ساعة لأي ساعة كان الدوام تقريبا؟ كان الصبح يعني الساعة كل 7:30 8، الظهر يصير عطلة للغداء ونرد نرجع للساعة 3. تروحوا للقرية ولا كنتوا؟ لا لا كنا ناخذ أكلنا معنا. حاجي بتتذكر أيام تأسست هذه المدرسة؟ لا لأن أنا رحت عليها وهي مؤسسة يعني موجود يعني وفيها للسابق. ما عندك معلومات أيام تأسست لأي ساعة؟ لا ما طيب مقاعد و كل شيء والواح وكله تمام، مقاعد والواح
وكل شيء وكتب مجانية من الحكومة. لكن الخطة السياسية على حسابكم، كل الدفاتر والأقلام، الدفاتر والأقلام على حسابنا، بس الكتب كلها من المدرسة. طيب حجي، كان في زي موحد للطلاب؟ لا، الطالبات في المدرسة الثانية كان لهم زي موحد مريول مريول تبع. في أذن للمدرسة أستاذنا الكريم؟ كان. مين كان. هو؟ ما بعرف، ناسي، ما بذكر. هذا الحق قبل 70 سنة تقريبا. بهم الحج نسأل، بلكي بتعرف. بلكي. طيب كان في جرس؟ جرس وطابور صباح. نعم. كل شيء. طيب طابور الصباح كان في رياضة أستاذنا الكريم؟ رياضة. تتذكر من كان يقود الطابور الصباح؟ ما هو لو بتذكر تبع الرياضة كان ذكرت. كان ذكرت تبع. وأنا بحاول أروح أبحث لك عنه، مش لا لا. طيب فيها فبذكر المعلمين كلهم. نعم. تتذكر المواد اللي كانوا درسوكوا اياها غير يعني تحضرت حضرتك تحدثت عن انجليزي ورياضيات وعربي؟ لا لا، هم كنا ناخذ دين، نعم، لغه عربيه، لغه انجليزيه، تاريخ وجغرافيا وطبيعه وعلوم وكيمياء كل ناخذ. والزراعه. والزراعه ايوه. ست يعني، لأن بذكر العلامة كانت من 600، مشان هيك بعرف إنه كان 6 مواد في 100 ب600. المزرعة كانت أو البستان كان له منتوج حجي؟ كانوا ينتجوا. ولا مين كان يروح ريع الإنتاج؟ للمدرسة. 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 نعم. طيب نسألك سؤال شوية صعب. تفضل. بتوقع سهل عليك اذا بقدر عليه. مستعد. زملائك اللي كانوا معك في المدرسه تتذكرهم كويس او جزء منهم يعني؟ في بتذكر احمد الحجاوي. من وين هذا؟ هو اصله من حجه بس كانوا من سكان الشيخ مونس. خالد سلامي. فؤاد نصر الله. خالد من وين؟ من الشيخ مونس. نعم، فؤاد نصر الله. نعم. أظن أنا بحكي عن الأوائل اللي كنا يعني. نعم. شحادة أبو دية. راشد الغزاوي. هلا أنا مش جاي الأفكار، أظن بذكرهم لأنه كنا يعني بس كنا حوالي 15. مين كان الأول على الصف؟ محسوبك. طيب انا كنت الاول، احمد الحجاوي الثاني، خالد السلام الثالث، فؤاد نصر الله الرابع. هذول لان انا بذكرهم يعني. فلما رحنا على يافا رحنا الحجاوي ما راحش. ليش؟ لانه كان عمره فوق ال 15. فوق ال 15 رحت انا واحمد وخالد سلامه وفؤاد نصر الله. طيب بتتواصل مع هؤلاء استاذنا الكريم؟ ولا بعرف. خالد سلامه قبل ما سافرت على فنزويلا شفته مرة في نابلس. هذا قبل 58. قبل 58. بعد أنا على كل حال أنا تقريبا يعني حياتي فيها 40 سنة أو أكثر يعني زي انقطاع، انقطاع عن العالم هون. ليش؟ لأني ما كنت هون وبعرفش عنهم إشي. يعني في كثير من أهلي ما بعرفهم أنا. ليش؟ لأنه ما كنت موجود في هالمدة. نعم. إشي طبيعي يعني. طيب ما عندك تفكير انك تتواصل معهم او تسال عنهم؟ هلا تقريبا العائله كلها هؤلاء الاشخاص. لا هذول الاشخاص لانه ما بعرفش حدا من اهلهم اساسا. لو بعرف حدا من اهلهم بجوز. هذول كلهم من الشيخ مونس حاج اللي ذكرته. الشيخ مونس. طيب في حدا تتذكره من القرى الثانيه؟ مش بصفي. غير صفك. شريف الكرم، عفيف الكرم، اعتقد انهم توفوا كمان هذول. محمد المهر، ما هذا من العرب جنب الشيخ مونس. بعدين اجى عندنا من البلد صار روح على الشيخ مونس اسمه عطية الشافعي، كان في الوحدات ساكن يعني. اخر مره شفته 84. شو بيشتغل عطية الشافعي عنه؟ شيخ. هاي شغلته عطية، مش مدرس يعني؟ بعرف، بقدرش اقول لك شو شغلته تماما يعني، بس بعرف انه ربي دكنه بامه وهذا يعني. نعم.
طيب حجي، احنا بعد الشيخ مونس رحنا على يافا، مدرسة حسن عرف في يافا. حسن عرف، انت كنت يعني اول دفعة بالثانوي في مدرسة حسن عرف؟ ثاني، كان في صف قبلنا. انا كنت في الصف الثاني. نعم. وكنت تنام في منزل العامرية. نعم. كان مسموح لك تنام في منزل العامرية؟ انا الوحيد اللي كنت من مدرسة ثانية نازل في 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 منزل العامرية، لانه كان اخوي. طب كنت تدفع اقساط؟ طبعاً. بدل طبعا اكل وشرب ونوم وهذا كله. تذكر شو كنت تدفعه؟ والله تماما لا، تقريبا تقريبا بين 70 وبين 100 دينار. بالسنة؟ بالفصل. بالفصل، بالفصلين. يعني اربع شهور. شو شهر معه؟ اثنين كنت تدفعوا هذا المبلغ ولا واحد؟ واحد. طيب أستاذنا الكريم، توصفنا مدرسة الحسن عرفة، وين موقعها؟ مدرسة حسن عرفة يا سيدنا بتيجي في في العجمة، في حي العجمة، قريبة على مستشفى الحكومة. نعم. على شط البحر، المينا كانوا يقولوا له في يافا، اليافا البور. نعم. قريبة هذيك المنطقة. كان الصف اللي أنا فيه كان طابق، وإحنا في الصف البحر قبالنا يعني، وهدول القوارب وهالإشي يعني منظر كثير كويس. مدرسة يعني جديدة حديثة، مبنية من الطوب حج ولا حجر؟ كله في منطقة ما فيش حجر بالمرة. حجر هذا غير وارد، كله من الطوب. هي المنطقة الساحلية مش وارد فيها؟ لا مش وارد. طيب كم غرفة كانت تقريبا هذه المدرسة حج؟ يعني مش أقل من 12-14 غرفة. كانت طابقين، كانت ابتدائي وثانوي. كانت ابتدائي وثانوي. طيب ايضا لها مرافق حج هذه المنزل؟ كل شيء باستثناء النزل او المنزل. لا، ما لهاش منزل. كان طلابها من ابناء يافا فقط ولا من؟ لا، هاي المدرسه العامريه في هذيك السنه، هاي اول سنه ما باخذوا من برا. نعم. اخذوا من يافا، كل تبعين الكره، في ذلك تبعين الكره وزعوهم. اللي في يافا قريبين على يافا حطوهم في حسن عرفة، وإشي في اللد، وإشي في الرملة، وإشي بتعرف. كانت الثانية فيها مدارس ثانوية. فإحنا طبعا أول شيء أنا رحت على اللد، بعدين رحت على حسن عرفة. مدرسة حسن عرفة عمي تابعة للمعارف؟ المعارف. طب تتذكر مين كان مديرها؟ الشهابي، بس أول اسم شو كان اسمه؟ طار الشهابي. هو خليها بلكي إجا هون، بس بعرف المعلمين يعني. مين هم المعلمين؟ كان علمنا إنجليزي، عربي، ودين. كان اسمها مش دين، هي مجلة الأحكام الشرعية في هذاك الوقت، وعربي. الأستاذ الشاعر أحمد يوسف، هذا يعني معروف، كان هو يعلمنا العربي. انجليزي كان من عكا، كان قرابته في المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس من عكا. قصدك الشقيري؟ لا مش الشقيري، كان عضو، مش رئيس المنظمة التحرير. عائلة معروفة في عكا، والله راحت اسمها. السعدي مثلا؟ لا المهم، الرياضيات كان علمنا الأستاذ سليم الطاهر الله يرحمه. الإنجليزي كان علمنا أحمد أبو طه من يافا. أحمد أبو طه لما إجت هاي لجنة هيئة الأمم، كان هو وقتها اللي علمنا. كنت أنا في الثاني ثانوي يعني، في أول. وكان معلم رياضة أنت قلت له عنه، هذا عبد الرازق رشيد من القبلية. فأنا على فكرة يعني هم الشباب، عبد الرازق رشيد مثلا كان في معرفة بيننا، لأنه ما
مرت عمي بتكون قرابته وهذا. وكان علمنا واحد من دار دار الناشف وقرابت لمصطفى شو كان اسمه مرة شفته حتى في التلفزيون دار الناشف من الطيبة. وأحمد أبو طه يعني كان صديق لقرابة إلي على فكرة. هذا أحمد أبو طه وزكي أبو عيد. زكي أبو عيد أبوه بكون ابن عمته لأبوي. أخذ الأول لما خلص المترك فلسطين سنة 46 أخذ الأول على فلسطين جميعا عرب ويهود. زكي أبو عيد زكي أبو عيد هي من أي قرية هو؟ من شيخ منس. زكي أبو عيد أي في له مسجد بنوه عن روحه في في ضاحية الرشيد لتحت هيك أبناؤه يعني بنوه معروف يعني مسجد زكي أبو عيد. هذا كان الأول في فلسطين في المترك سنة 46 أنا هذول أنا اللي أعرفهم تقريبا. طب زملائك في هذه المدرسة حجي؟ كثار. هذا اللي بذكر شيء. تفضل يا محمد أبو حاشي، عبد الجواد أبو حاشي، عدنان علم الدين، عدنان عرفات، عبد الغني بدران. هلا بدك تسألني إنه إلك تواصل وهذا، في بعض منهم مثل مين؟ مثل عبد الغني بدران كان يشتغل في شركة البوتاس، بعرف شركة خلص من تقاعد، من قرابته لمضر بدران وهذول. من نابلس؟ هم اصلا من نابلس بس كانوا سكان يافا. يافا. وهذول ابو حاشي هذول من سلمي. في واحد الزعبلاوي اسماعيل الزعبلاوي يعني عندهم محلاتهم في شارع الملك طلال محلات اكمشي. هذا برضه كنت انا وياه صف واحد. وما احكي لك بصراحه يعني انا يعني لو اني ما سافرتش ومنيح اللي سافرت كان الواحد ظلت علاقته معهم وظل بتذكرهم اكثر. يمكن السفر برضه بيعطيك يعني تذكر اكثر. طبعا بدون شك. الحمد لله. طيب حجي لما كنت صف طابور صباحي في اما في شيخ مونس او في يافا في يافا هل كان في نشيد وطني او نشيد معين كنت تنشده صباحا؟ والله ما بذكر انا بذكرش هذه الشغله بس لازم يكون هالشيء اللي هم حاط دائره المعارف اللي حاطته للطلاب وين ما كان بدهم ينشدوه بس ما بتذكر يعني تماما النقطه هاي. طب ام كان في انشطه لا منهجيه تقام في هذه المدارس؟ رياضة. مسرحيات رياضه موسيقى مثلا رياضة. اكثر شيء الرياضه. نعم اكثر شيء كانوا يهتموا في 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 قضية الألعاب السنوية المسابقات بين المدارس يعني بين المدارس هاي اللي كانوا يعملوها من وقف اللي بعملوها في استاذ عمان بعرف شو في الأردن بعملوها لا احنا كان عندنا ملعب البصة في يافا يعني ملعب شهير فكانت كل سنة يصير فيه بين المدارس القضاء يافا كنا نشارك فيها. أنا كنت أشارك في الجري الطويل زي ما بقول حكاية الماراثون بس. طب برضو في يافا أو في مدرسة حسن عرفة كان في زي موحد ولا؟ لا في الثانوي لا ما في. بتتذكر هذه المدرسة في حسن عرفة؟ لا. شو حسن عرفة عمي؟ مين هو حسن عرفة؟ شخص. قلت لي إنه كان جري. رجل خير عامل خير. بنى المدرسة على حسابه هو طبعا الحكومة هي اللي كانت تديرها أول شيء أول ما بناها لما كانت ابتدائية كانت البلدية اللي تديرها لما صارت ثانوية هي رديفة للعامرية صارت الحكومة حكومة الانتداب هي اللي مشرفة عليها. عمي كانوا يكون في يعني مطالعة كتب خارجية غير المكتبة على المكتبة موجودة. المدرسة موجودة. تذكر مين كان مسؤول عن المكتبة؟ مش واحد معين يعني بجوز الشهر هذا يكون استاذ فلاني يعني مش واحد. الطلاب كانوا يعطوا دور في يعني اداره المكتبه ولا لا كانوا يدرسوا ياخذوا كتب
نعم. في محل إذا الواحد بده يدرس يطالع في 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 المكتبة أو يأخذ كتاب يسجله واحد يسجله. كنت تهتم بأوائل المطالعة؟ أنا؟ نعم. أنا وأنا في الشيخ مهندس بكيت كل يوم أقرأ كتاب. صور. ليش؟ على الموضوع اللي حكيت لك إنه هذا كنا نروح مشي أو على الدار. كتاب مش من كتب المدرسة يا حاج. لا لا لا. هذا كذا كتب المدرسة هذيك أنا كنت ما أهمنيش همها أساساً. هذيك لا هذيك شيء مشان المطالعة مشان يقوي الواحد معلوماته يقوي ذاك. طبعاً كتب لما تكون حاططها مدرسة في مكتبة وتعطيها لطلاب معناها في لها فائدة للطالب. مش هيك؟ نعم. طيب حجي احنا بعد شو اياد شو صار؟ بس طيب بعد اذا حضرتك ناخذ استراحة ونتابع حديثنا الطيب مع حضرتك. مستعدين نتابع لنص الليل. بارك الله فيك يا حاج. تسلم تسلم.